أحد المواطنين صور هالتقرير رايح مكتبة، مجمع في حولي، مجمع في حولي، هذا المجمع كله حق الكمبيوترات، يبيعون الكمبيوترات. الريال راح مكتبة، يطل في المكتب اللي قدامه محل تجاري، المفروض محل تجاري شو يسوون فيه؟ ورق، محل إقامات، هالأمور اللي احنا متعودين عليها، استيراد وتصدير، يعني شغل إداري. لكن يصير أعزاء المشاهدين سمعوا هذه المصيبة، يتحول إلى محل للكبة والسمبوسة حق رمضان، لا ويتغلف ويتدبس وينختم وينحط عليه استيكر ويروح حق أحد الجمعيات. سهل يا جماعة، شلون توردون للجمعيات؟ قال لنا أخونا صاحب المحل عضو في الجمعية ومتنفذ ويدخلون البضاعة. شفتوا التلاعب لوين؟ شوفوا التقرير. هذا الحين مجمع الولاء، طبعا دور الميزانين، طبعا هي كلها شغل المكاتب. استغربت اليوم ان فاتحين هني مثل تغليف او شغله يسوون سمبوسه او سمبوسه. طبعا اذا تلاحظون لا لابسين لا كسوس ولا اي شيء من النظافه، ولا حتى معلقين اعلان ولا معلقين اي شيء. عرفت شلون؟ اي فلا عندهم لا رخصه ولا هم يحزنون. ويوم اول ما فتحت المكتب وليني الحارس قاعد يشيك وقاعد يقول لي هذول تغليف الجمعيات، يعني واحده من الجمعيات هذه، واحده من اعضاء الجمعيه حاطوا هنا يغلفون ويدخلون. ها يعتبر هذا البلاغ بلاغ الى وزاره الشؤون والتجاره والبلدية. بلدية يا بلدية، صح النوم يا بلدية، صباح الخير يا بلدية، لحد الحين نايمين يا بلدية، صح النوم. شوفونا القضية هذا وحققوا فيها لو تكرمتوا من أجل صالح العام.